تحديات التجربة الدينية challenges to the religious experience. في عدد من التحديات اللي بتقابل جدلية إن التجربة الدينية من الممكن إنها تقدم تبرير للمعتقدات الدينية. التحدي الأول هو افتقادها لعدم إمكانية التحقق lack of verifiability، أو بصورة أخرى من غير الممكن التأكد من صحتها زي أي تجربة بشرية أخرى. على سبيل المثال، لو قارنت التجربة الدينية بأي تجربة إنسانية إدراكية أخرى زي رؤية طائر، حيوان أو كائن ما، لو فرد ما ادعى رؤية الكائن ده في مكان ما، من السهل التأكد والتحقق من صحة ادعائه من خلال ملكات الإدراك والرؤية عند باقي البشر. من الممكن التحقق من صحة الادعاء، أفراد آخرين من الممكن أنهم يلمسوا الكائن ده، يشوفوه، يتذوقوه إلى آخره. طيب إزاي من الممكن أننا نطبق نفس المبدأ على التجربة الدينية للتحقق من صحتها؟ يبدو أن ده أمر مستحيل، لكن من المهم هنا التفريق بين الإدعاءات السيكولوجية من الدرجة الأولى First Person Psychological Reports زي يبدو أني أرى حمامة على الشجرة، والتجارب الإدراكية Perceptual زي أنا أرى حمامة على الشجرة. في النوع الأول، الفرد قد يكون على خطأ في ادعائه، لأنه قد يعتقد أن الطائر اللي على الشجرة من الحمام، لكن في الواقع الطائر كان من السمان أو اليمام. بالرغم من أن الطائر كان مختلف، إلا أن الادعاء صحيح، لأنه تقرير شخصي من الدرجة الأولى بيعبر عن الاعتقادات العقلية عند الفرد. النوع ده من التجارب بيطلق عليه التجارب الغير قابلة للتقويم Incorrigible Experiences. بالرغم من أني قد أكون مخطئ في الكائن محل الرؤية، إلا أني غير مخطئ فيما اعتقدت أني أراه. إذن السؤال بيتحول لهل التجارب الدينية تجارب قابلة للتقويم Corrigible أم تجارب غير قابلة للتقويم Incorrigible. لو كانت تجارب غير قابلة للتقويم، إذن لن يحق لنا الإدعاء إننا مخطئين في تجاربنا. لكن على الجانب الآخر، بالمرحلة دي التجربة بتتحول لتجربة ذاتية نسبية subjective، لا تقدم أدلة قاطعة محايدة objective أو تبريرات عن طبيعة الواقع خارج عقل الفرد المار بالتجربة. اعتراض آخر على التجارب الدينية هو إنها متشعبة divergent، متعارضة conflicting، بل وأحيانا متناقضة contradictory. زي ما شفنا عبر العصور والحضارات المختلفة، المؤمنين مروا بتجارب دينية عديدة، بكل تأكيد كتير منها متناقض وغير متسق مع بعضه. على سبيل المثال، تجربة الأدفيتا الهندوسية الدينية بأن الطبيعة واحدة وغير متقسمة أو منفصلة عن بعضها، بتتناقض مع التجربة الإسلامية بأن الله هو الإله الواحد الأحد، حقيقة سماوية عليا توجد في استقلالية عن باقي الموجودات. هل التعارض ده كافي لنفي التجارب الدينية المختلفة دي؟ علشان نقدر نتعامل مع التساؤل ده، لابد أولا من التفريق بين فكرة معايشة الفرد ووصفه للتجربة الدينية وفكرة تفسير الفرد للتجربة الدينية. الفرد قد يكون مبرر في ادعائه بالمرور بتجربة دينية اللي قد يكون عايش فيها محبة الله وسمحته، لكن تفسير التجربة عن طريق إضافة فكرة وجود الله أو الموجود الأعلى في عقيدته كنتيجة للتجربة قد يكون أمر خاطئ. أو بصورة أخرى، انتقال غير مبرر من تجربة ذاتية نسبية subjective لواقع حتمي غير نسبي objective. بصورة تانية، لو تصورت أني أنا وإنت كنا شاهدين على حادثة مؤسفة في الطريق، في تجربتي الإدراكية بدعي أن عربية لونها أحمر صدمت فرد في الطريق وأدت لمصرعه، وفي تجربتك الإدراكية بتدعي أن أتوبيس لونه أبيض هو اللي صدم الفرد وكان وراء مصرعه. لو ادعيت بوجود عربية لونها أحمر وراء مصرع الفرد، قد أكون مخطئ في ادعائي، وكذلك أنت قد تكون مخطئ في ادعائك بوجود الأتوبيس اللي لونه أبيض. الفكرة أن أنا وإنت قد نكون مخطئين في ادعاءاتنا حول مصدر أو سبب مصرع الفرد. ولو افترضنا أن في الواقع عربية نقل لونها أزرق كانت وراء مصرع الفرد، إذن أنا وإنت كنا مخطئين في ادعائنا حول تحديد طبيعة سبب القتل.
إلا أن محتوى التجربتين ما زال قريب جدا من الحقيقة، لأن كان في سيارة هي اللي كانت وراء مصرع الفرد، أي أن الفرد المار بتجربة دينية بيفسرها من خلال مبادئ أساسية موجودة عنده مسبقا. فرد نشأ في بيئة مسيحية هيكون عنده مبادئ معتقدات مسيحية مسبقة، المعتقدات والمبادئ دي هتشكل الطريقة اللي هيفسر بيها الفرد ده التجربة اللي بيمر بيها. فردين من الممكن انهم يمروا بنفس التجربة، لكن الاول اللي عنده مبادئ ومعتقدات مسيحية مسبقة من الممكن انه يصف التجربة على انها اتصال بالثالوث المقدس الروح القدس او المسيح. اما الفرد التاني اللي عنده معتقدات بوذية قد يصف التجربة على انها اتصال وتوحد مع الطبيعة. إذن فكرة إن أتباع الديانات المختلفة بيمروا بتجارب دينية مختلفة بتأكد معتقداتهم الدينية اللي قد تبدو متناقضة في بعض الأحيان، ليس معناه بالضرورة إن التجارب الدينية لا تعبر عن حقائق دينية مجردة وموضوعية في الواقع. من الجائز جدا إن التجارب واحدة وبتعبر عن نفس الحقائق، لكن تفسير وتعبير الأفراد عنها بيأخذ صبغة دينية رجع لمعتقداتهم السابقة بتجعل التجارب تبدو مختلفة. لكن تعريف التجارب الدينية بالطريقة دي هيدفع المؤمنين لتقديم تنازل كبير، وهو إن موضوعية التجارب الدينية من الممكن الحفاظ عليها عن طريق تفسير الاختلاف باللجوء لمعتقدات الفرد السابق، اللي معناه إن التفسيرات المحددة للتجربة الدينية، أي تجربة دينية، ليست جزء من التجربة الموضوعية لكن مجرد تلقي شخصي غير موضوعي، وبالتالي من غير الممكن استخدامها في إثبات حقيقة أي دين. بصورة أخرى، لو حلينا إشكالية تناقض التجارب الدينية بالرد السابق هنكون إشكالية تانية، وهي التضاد بين التفسيرات المختلفة للتجارب الدينية. إزاي هنفرق بين التفسيرات الصحيحة للتجربة الدينية من غيرها؟ إذن بالرغم من معقولية التفسير، إلا إنه مازال ما بيجاوبش على تساؤل التجارب المتناقضة زي التجربة الهندوسية والتجربة الإسلامية اللي بيتناقضوا مع بعضهم البعض، أو إن التجارب الدينية دايما ما بتكون تجارب تأكيدية لرؤية الفرد الديني. المسلمين بيمروا بتجارب مرتبطة برسول الإسلام أو الله، المسيحيين بيمروا بتجارب محورها المسيح ورسله إلى آخره. النقد الثالث هو إن التبرير اللي بتقدمه التجربة الدينية للمعتقدات الدينية تبرير دائري circular، لأنه بيعتمد على فرضية غير مؤكدة للجميع لكنه بيستغلها كدليل على صحة التجربة. ومن هنا معظم التجارب الدينية إن ما كانش كلها بتعكس معتقدات والرؤية الدينية للفرد المار بالتجربة. هندوسي مؤمن بتعدد الآلهة بوليسياستيك هندو بيعتقد في وجود عدد من الآلهة بتراقب تصرفاته وتحميه من الشرور، وبالتالي لما صديقه يدعي انه مر بتجربة أحس فيها بمحبة الإله فاشنو تكسيد برهمن في الأدفيتا، غالبا ما هيأخذ التجربة على إنها إسقاط على طبيعة إله ديانته وصحة معتقداته. لكن للرد على النقد ده، البعض قد يدعي إن في بعض الحالات التجارب الدينية قد تكون غير قاصرة على معتقدات الفرد الديني. على سبيل المثال، في بعض الأفراد مروا بتجارب غريبة على معتقداتهم الدينية وشائعة في معتقدات دينية أخرى، وفي غالب الأحيان التجارب الدينية دي بتكون السر وراء تغيير الفرد لعقيدته أو انتمائه الديني. أكيد هتقدر تسترجع أمثلة من الماضي سمعت أو قرأت فيها عن أفراد مسلمين تحولوا للمسيحية بعد رؤية المسيح أو العذراء في حالة وجدانية متسامية، أو أفراد مسيحيين تحولوا للإسلام بعد رؤيتهم لرسول الإسلام أو رؤى أخرى دل على الإسلام في حالة وجدانية متسامية. لكن قد تكون في طريقة أخرى لتفسير السر وراء التجارب الدينية.